حبيت ان انا اعمل رواية، مش رواية بس خرافة، يعني مثل قصة قبل النوم، مثل حكاية خرافية، لان اعتقد ان الخيال مهم انه هو يحركنا ويودينا لأبعد من اللي احنا نشوفه. هذا اولا. ثانيا، دائما احب ان الناس تشوف الاشياء بعين مختلفة. دائما اتمنى ان الناس تكون فوق سحابة وتنزل تشوف الارض شو فيها، يعني بالتفاصيل مختلفة، لان رؤيتنا للاشياء دائما تكون يا سطحية يا مش واضحة. يعني دائما لما احنا نكون في تجربة او نكون في شيء معين ما نكتشف تفاصيله، يمكن نشوف جهة منه. فأنا دائما أحب أن الناس تشوف جهات أخرى من الأشياء، أو زوايا أخرى من الأشياء. أنا أتحدث عن جمال الاختلاف، كيف لما إحنا نشوف الآخر بعين أخرى، كيف إحنا لما نخلي نفسنا، نترك حرية لنفسنا أن هي تنطلق ونطلق العنان لأنفسنا، لشخصنا الداخلي. هذا الشيء. الشيء الثاني، ان انا حبيت اتحدث عن 400 سنة من الوجود العماني في زنجبار، لاني انا قريت كتب كثيرة عن زنجبار وحبيت زنجبار، حبيت امراء زنجبار، ملكات زنجبار، فحبيت انه انا اعكس القصة، يعني احكي حكاية المكان ولكن بدون تعمق تاريخي، بدون بلا وعي تشوف انه اوكي كان في وجود عماني في زنجبار، وخصوصا في شرق افريقيا، في زنجبار، مومباسا، رواندا، بروندي، اوغندا. حاولت انه انا اختار شخص قريب من الشخصية اللي انا كتبتها، واشخاص حبيتهم وهم وحبوني، لان الانسان لما دائما اعتقد ان الاشخاص ما تعطيك افضل ما عندها الا اذا هي تقبلتك انت كشخص، فلما تتقبلك ولما تحبك تعطيك افضل ما عندها. فانا اعتقد الاولاد يعني حاولوا انه يعطوني احسن ما عندهم. انا احب اتحدث عن السينما بوجه اخر، بطريقه مختلفه، بعيدة عن اللي احنا تعودنا عليه، وسينما قريبة من الواقع، واقعية كثير لدرجة انك انت ما تحس انه هي شيء مصور. وهذا اللي انا حاولت اسويه في تشولو. واحب انه انا في المستقبل وفي اعمال اخرى انه انا اسلك طريق جديد ما حد سلكه، وخاصة في الخليج احنا لازلنا في بيئة خصبة، لا زال ما في سينما، ما في صناعة سينما. هناك محاولات وتجارب من محترفين وغير محترفين، بس لسه ما وصلنا لصناعة سينما، وما وصلنا لطريق صعب. لسه الطريق لا زال في بدايته، وطريق في دعم، طريق في مهرجانات، فمش صعب كما يبدو الحين يعني، بس إن شاء الله.